السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعرض النهاردة لكم في الفيديو ده مجموعة مختلفة من الأصوات الحقيقية للكواكب والأجسام في مجموعتنا الشمسية. الله، طب إزاي في صوت في الفضاء؟ مش الفضاء ده كله فراغ؟ والصوت مش بينتشر في الفراغ؟ ولازم هوا عشان ينقل الصوت؟ طبعا دي أول حاجة جات في بالك، لكن في الحقيقة وكالة ناسا قدرت تثبت إن الاعتقاد ده غلط لما نشرت تسجيل لحالات حقيقية لأصوات الكواكب والأجسام في مجموعتنا الشمسية. والدليل العلمي لكده إن زي ما احنا عارفين إن في أشكال مختلفة ممكن تتحول ليها الطاقة، وأصوات الكواكب عبارة عن إيه؟ عبارة عن موجات راديو بتنتج نتيجة حركة الكواكب وبتتنقل من غير ما تحتاج لوسط ناقل، وقدرت ناسا إنها تطور من معداتها علشان تقدر تسجل الموجات ديت وتحولها لأصوات يسمعها الإنسان. ودلوقتي تعالوا نستمتع بأصوات الكواكب في مجموعتنا الشمسية، بس قبل ما نبدأ تعالوا ناخد شوية حسنات بأن احنا نصلي على سيدنا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. صليتوا على سيدنا رسول الله؟ يلا بينا. Thank you.
بس كده اهي سهلة اهي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك، واكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر صوت عجبك، ولو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول، ويا ريت تعملوا شير للفيديو لان ده هيساعدنا كتير ان احنا نكمل. شكرا ليكم، نشوفكم الحلقة اللي جاية.